بعد التصويت بكثافة لمصلحة انضمام القرم إلى روسيا، بدا عهد جديد يشوبه القلق في شبه الجزيرة وسكانها البالغ عددهم 2 مليون نسمة. وغداة استفتاء رحبت به موسكو، بينما اعتبره القسم الأكبر من الأسرة الدولية غير شرعي أو حتى مهزلة. من المفترض أن تبدأ شبه الجزيرة مرحلة انتقالية سريعة لتصبح عضواً كاملاً في الاتحاد الفيدرالي الروسي، دون أن يدرك أحد تماماً كيف ومتى سيتم ذلك. مارست أوكرانيا التمييز ضدنا كل هذه السنوات، لقد منعتنا من التكلم بالروسية أو مشاهدة وسائل الإعلام الروسية. في الآونة الأخيرة كان كل شيء في أوكرانيا يتغير كل 3 أو 4 سنوات. مع روسيا أتمنى أن يكون كل شيء مستقرا، أهم شيء بالنسبة لنا هو الاستقرار. وتعتمد القرم على أوكرانيا لإمدادها بالكهرباء والغاز ومياه الشرب، ويمكن أن تتأثر بشكل كبير في حال قررت كييف وقف إمداداتها. والقرار النهائي يعود إلى روسيا، حيث سيصوت البرلمان دون شك في نهاية الأسبوع على قانون يجيز ضم القرم إلى أراضي الاتحاد.